السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ كل سنه وانتم طيبين. لو عايز تلاقي شغل لازم تكون عندك اصرار ان انت عايز تلاقي شغل. هحكي لكم حكايه بسيطه كده حصلت معايا. انا خريج 2005 هندسه المطريه. اول ما اتخرجنا كان الفتره دي الشغل في البترول هو حلم اي مهندس، وكان قطر عندها ابار غاز تقريبا او بترول جديده، وسحبت كل مهندسين البترول في مصر تقريبا من كل الشركات، بقى جابكو وام بي بتروجيت، سحبت الناس كلها. المهم في الفتره ديت انا اشتغلت اول ما اتخرجت في مصنع كده في العاشر لحد اول 2007. بعد كده قلت طيب انا عايز اشتغل في البترول. كان الكلام ده بالتوازي مع شغلي في الجامعه، كان ساعتها شغال او جالي تعيين في الجامعة معيد، فقلت ايه خلاص انا هشتغل في البترول بقى، انا عايز اشتغل في البترول، اسيب الجامعة واسيب كل حاجة وهشتغل في البترول. الفترة دي اللي انا بكلمكم عليها ما كانش فيه كان الفيسبوك لسه طالع اصلا، يعني 2006 تقريبا 2007 كان الفيسبوك لسه طالع. المهم قلت طب عشان نشتغل في البترول نعمل ايه؟ ملناش واسطة طبعا، ما عندناش واسطة، وكان الشائع ان اللي بيشتغل في البترول اللي معاه واسطة بس. فقلت طيب احنا هنبدأ نقدم. رحت داخل على موقع الهيئة العامة للبترول وجايب لستة بكل التليفونات والفاكسات والايميلات بتاعة شركات البترول. في الفترة اللي بكلمكم فيها دي كان الدخول على الانترنت من خلال خط التليفون دايل اب، كانت السرعة 56 كيلو بت في الثانية، مش ميجا ولا كيلو، تمام. وكان بكارت مودم كده اللي كان بيقولوا بيسموه يعني كارت فاكس، تمام. المهم رحت ايه موصل خط التليفون بالكارت الانترنت دوت او المودم بتاع الانترنت، ونزلت برنامج كان اسمه اعتقد وين فاكس برو. ده كان بيخليك تبعت فاكس من البي سي بتاعك، يعني تبعت وانت في بالكمبيوتر بتاعك تبعت فاكس اكنك روحت السنترال وبعت فاكس للشركة، تمام. فالمهم رحت نزل البرنامج وكاتب السي في مظبطها كده، وطبعا السي في كانت فاضي، يعني كنت اشتغلت سنة مثلا مهندس جودة ولا حاجة، وكل اللي كان في ايدي ان انا تقديري كويس في الكلية. ورحت باعت بقى السي في، قعدت تقريبا 3 ايام او 4 ايام كل يوم بالليل ابعت فاكس لكل شركات البترول والمناجم وكل حد تبع الهيئه العامه للبترول ابعت له فاكس. بعدها باسبوع تقريبا لقيت ايه جالي تليفون من شركه مناجم. انا طبعا ايه زقطت بقى، قلت بس لعبت، هنشتغل فين؟ في الذهب بقى والالماز وبتاع. المهم ايه كانوا بيتصلوا بيا عشان بس كان الفاكس في حته ممسوحه فكانوا بيصلحوا الداتا وما اتصلوش تاني. بعدها راح جالي انترفيو في شركة بترول خليج السويس جابكم. رحت عملت انترفيو، لقيت بقى ايه كنا كتير، يعني كنا مثلا بتاع 60 مهندس بنعمل انترفيو، لقيت ناس من هندسة المطرية اصحابي الله يمسيهم بالخير دلوقتي، ودخلنا عشان نعمل الانترفيو. كان الانترفيو في ايه؟ كان ساعتها ما فيش سوشيال ميديا، خلي بالك يعني كان الفيسبوك ده لسه بيبدأ. انا ما عرفتش الفيسبوك اصلا غير لما اشتغلت في جابكم، لقيت ناس بتقول انا ضفتك على الفيس. ايه الفيس ده يا جماعه؟ يعني ايه فيسبوك اصلا؟ فالمهم يعني ايه كنا بندخل على عشان نعرف داتا، ندخل على منتديات، عارف ملتقى المهندسين العرب ده كان التوب ساعتها. المهم دخلت قعدت اعمل سيرش كده، هو الناس اللي بتشتغل في بترول خليج السويس بيتسالوا في ايه. لقيت الناس دي بتتسال، قال لك ذاكر في اللود كويس. قلت لهم لعبتي، يلا نذاكر في اللود كويس. قعدت رجعت على كل اللي انا خدته في الكليه في الفلويد، اللي انا اصلا خدته في سنه اولى كليه وثانيه كليه، ورجعته كويس، ورحت مذاكر هيت ترانسفير، طلعت بقى الكتب اللي كانت تحت السرير وقعدت اذاكر. ورحت الامتحان، لقيت الامتحان عباره عن ايه، سؤال في برنولي ايكويشن واعتقد مساله بسيطه كده هيت ترانسفير. ودخلنا بعد كده عملنا امتحان لغه انجليزيه، كانت قطعه كده نترجمها. وفي نفس اليوم على طول دخلت قابلت مدير القطاع مهندس عادل الورداني، هو يعني ايه ممكن يشوف الفيديو، من احسن الناس في حياتك اللي ممكن تقابلها، كان مدير قطاع المشروعات في جابكو. ورحنا عملت الانترفيو معاه وانا معرفش مين ده اصلا، وكانت دقني بقى طويله، وقاعدين قعد بص على الامتحان بتاعي، يعني كله في يوم خلي بالك، قعد بص على الامتحان بتاعي، وقعدنا ايه
ندردش شويه، طب اسئله بقى شخصيه، طب جبت التليفون امتى، طب اول مره جبت تليفون امتى، اسئله من هذا القبيل يعني. وجاوبت والحمد لله، خلاص قبلت. كنت بعمل بقى ايه الكشف الطبي وكده، وانا قبل ما اعمل الكشف الطبي جالي انترفيو تاني في بتروجيت، رحت عملت برضه انترفيو في بتروجيت، وكان السؤال او اللي انا استفسرت عنه ان انا ازاي اشتغل في بتروجيت، وكان برضه الكلام ده على بترول ايه، زي ما جبت الداتا عن بترول خليج السويس جبتها عن بتروجيت، وكان الموضوع ان انا ايه، ان انا عايز معلومات. قال لك بتروجيت ليها نفس اسئله برضه الايه، هي ترانسفير والفلويد، ذاكرت ونجحت. وانا بخلص في الانترفيو عشان، وانا بخلص سوري في الكشف الطبي عشان اتعين في بترول خليج السويس، لقيت تليفون جاي منين، من بتروجيت، انت قابلت وتعالى اعمل انترفيو او هتقابل تقريبا رئيس مجلس الاداره تقريبا او مدير. قلت لهم لا مش فاضي، انت يوم الثلاث ده انا مش فاضي. هي استغربتني يعني ايه مش فاضي، مش فاضي دي خلاص مفيش انترفيو تاني. قلت لها خلاص ماشي مش مشكله، ما قلتلهاش بقى جاي لي شغل في حته تانية. قلت لها مش فاضي خلاص، قالت لي يعني انا مش فاضي. قلت لها انا مش فاضي. قالت طب مش هيبقى في انترفيو تاني؟ قلت لها براحتك مش يعني مش مشكله. روحت البيت قالت لي ايه رايك نخليهم الاربع، لقيتها اتصلت بيا تاني نخليهم الاربع. قلت لها ماشي الاربع حلو بس انا مش فاضي برضو. هي استغربتني جدا، قالت لي خلاص قلت يعني نلغي لك الانترفيو. قلت لها الغي بس يا سيدي. ورحت اشتغلت في بترول خليج السويس وقعدت شهر ونص وقدمت استقاله. ليه؟ لاسباب كتير ما نقولها في فيديو تاني. السلام عليكم.